أول مرة أهلا وسهلا بقناة شرع تي في في بعشيقة، شرفنا بكم أهلا وسهلا. هاي طوافة، طوافة ناصر الدين الشمساني، طبعا هنا نشان ناصر الدين، طوافة قديمة جدا. في الأصل هي طقوس جز الصوف وحلب الأغنام، كانت تقام منذ آلاف السنين منذ العصر السومري، برغم أن الاسم ناصر الدين هو أحد أسماء الملائكة المجددة. الطوافة يومين، طبعا في هاي اليومين عندنا طقوس جلب الطعام وعندنا طقوس الصمات. الصمات شيء والطقوس جلب الطعام يسمى محليا أو بالكرمانجية القديمة سيروشكي، ولحد الآن هالبعشيقة بعساني يسموها سيروشكي. لازم الأكل يكون بالطبيعة لأن الطقس مرتبط بالطبيعة مباشرة. طبعا تختلف المراسيم من طوافة إلى طوافة، قسم الطوافات يسوون فيها السماء، قسم ما يسوون فيها السماء. أهم موجود في الطوافة هنا هي عملية جلب الطعام، هاي كلش مهمة، تعود للعصر السومري. طبعا الطقوس الأخرى بيتا إيفاري والجوفندي وديلاني، هاي الأكثر الطقوس اللي تقام، بالإضافة إلى معزوفة ميترخانة، بعشيقة بحسان يسمى مهتر، في ولاتي شيخ تسمى ميترخانة، في العربية نشيد الشمس أو نشيد ميترا. أكيد بعشيقة بحساني فيها أكثر من 20 مزار، لكن الطوافات القليلة، لأن الطوافة مرتبطة بعين الماء، أي مزار ما مرتبط بعين الماء ما بيطوافة، وإن كان فهي طوافة مستحدثة. طبعا أول طوافة عندنا بعشيقة هي طوافة صاحب الضيعة، سميها محليا طوافة السواري بوزي أو نيشان طاوسي ملك. هالطوافة اللي تعتبر مرتبطة بعيد تشارشم ماسور، عيد الخصوبة. تستمر عندنا الطوافات تاريخيا في بعشيقة وبحزاني 12 يوم، بعد 12 يوم تقام طقوس جز الصوف، بعد يرفع الحظر عن الزواج وعن الجن، طقوس جز الصوف وحلب الأغنام في مزار ناصر الدين وغفوري ريافي بحزاني وأيضا شيخ بكر. مبدئيا هاي آخر طواف وخاتمة الطوافات دينيا وتاريخيا لأنها مرتبطة في جز الصوف. هنالك طوافة أخرى مستحدثة لا 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 يمكنني أن أقول عنها دينية لأنها ليست مرتبطة لا بشهر شمسور ولا بطقوس جز الصوف. طبعا من كل مناطق اليزيدية جون على الطوافات بعشيقة وبحزاني، جون من سنجار، جون من ولاتي الشيخ، جون من كل مكان. قبل داعش كان أكثر من 30 عائلة يزيدية من عفرين وروجافا كانوا حاضرين هنا وحاضرين الطوافات ويتبكون معنا. وبعشيقة وبحزاني أيضا غنية بالأنواع الدبكات، سولاتكي، حزي، جوفندي، ديلاني، كثير موجودة. أهلا وسهلا، شرفنا بكم، أهلا وسهلا بإخوات شرع تي في، شرفنا، أهلا وسهلا. مسرشافات شدرة طاهرة يروكاي صبيكات وفاء ناصر دينا ودولو زرنابون دابو شبابون خي قولي الشيخادي بون وإزيد خان حمواهاتي ومسرشافاتين خداني في داريفان إزيد يا شرق شامي بسترينيت وفي دا سيدة عشا دابين وطاوصي ملاك ومي شرفة دين جدي بابي منا وفنا سردنا ومالي شخص خداني قلمي فاني شنا لا سريز دياراكات وحاضر وقديرا ودهي شهيفارة وافي بو دابو شباب ونصماب وشيف بو إلو كاسمات بو حموك بو ما شاء الله بو خدي فاني زديا حموها بسترينت إن شاء الله وحاضر وقديرا ومصوري ما وقندي وإزد يا حموة وكسوكاردنا وصلاب تشوكيد ما حموة يطلماني على الهيرابين أسمات ودقباغي وضيعة الزيحتان كجون وعشوي أسمات ودوف الشباب وقولوا قصيد، قولوا قصيد شيخ هادي طوسي ملك مراسيم دوف الشباب أسمات وقولوا قصيد واليوم طوافت ناصر الدين. البارحة جينا، البارحة العصر جينا مناسبة مسيت الطوافة، البارحة حضرنا كملنا، البارحة سوينا أقوال، سوينا كملنا كامل مكمل، اجوا بحشيقة وبعزاني اليزيدية كاملة وعلقنا الهليل البارحة، واليوم الصبح جينا حاضرين البارحة الساعة 5 الصبح جينا هنا
حضرنا المراسيم والاسماط وحضرنا الكتشين والماي، حضرنا كامل مكمل، خلص القوال، بعدين ورا القوال وزعنا اسماط، وبعدين ورا الاسماط نقول شباب، دقينا شباب، دقينا شبابه، بعدين ورا الشبابه دقينا زرنا اليوم، وخلصنا زرنا محتل، خلينا بالمحتل هنا. وهذا شكرا. اليوم طوافتنا سردين، عندنا مراسمنا الخاصه الدبو شبابي، بيها بالليل جينا لنا سردين، عملنا الاسماط، سوينا اسماط الصبح، والصبح وزعوا، واليوم من فرح الحمد لله، وان شاء الله كل اللي يزيد بخير وسلام. شكرا. اليوم بمناسبه طوافه ناصر الدين، اخر طوافي من طوافات بحشيقه، عيدوا مراسيم الطوافي، سماع الصبح وصمات العالم، والصغ يدقون صغاني وديلاني، والعالم تتجمع كلها، واخر يوم اطيب طوافي اليوم طوافه ناصر الدين، وان شاء الله كل عام بخير وسلامي، وهال الوباء تمشي على العالم كلته، والله يستر العالم كلته، الجميع اليزيدي والعالم الخارج والداخل، ونرحب في ضيوف الجو على بحشيقة، وكنا فخانين في الطوافي، وإن شاء الله تعاد علينا بخير وسلامة كل سنة، وعلى غاسي وعيني قناتكم أنتم، قناة شراك كلفتم روحكم منها، ونيكي لها وني على عيوننا وغاسنا، يا أهلا وسهلا، نرحب بكم.